تابعنا مشاهدينا من قناة ليبيا، هذه نشرة الأخبار وإليكم أبرز العناوين. بعد دعوات لمجلس النواب للاطلاع بمهامه خلال المرحلة الحالية، صالح يلتقي كوبيتش ويؤكدان إجراء الانتخابات في موعدها. تأكيدا على حقهم في انتخاب الرئيس، دعم محلي لإجراء انتخابات ديسمبر ورفض مجتمعي قاطع لمحاولة تأجيلها. واشنطن تجدد دعمها لانتخابات ديسمبر، وتقول إن برلين 2 مرر رسالة قوية حول الحاجة لإجرائها في موعدها. وفي وتيرة متصاعدة، تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وفي نشرتنا الاقتصادية تتابعون: سخط محلي على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومشكلة الكهرباء تتفاقم. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، المواطن الليبي يحيي بدعة انقطاع السيولة. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في مدينة القبة بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش. صالح أكد خلال اللقاء أن مجلس النواب سيشرع في استصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، إضافة لكيفية انتخاب مجلس النواب الجديد. من جانبه حذر كوبيتش كافة المعرقلين للمسار الانتخابي، مؤكدا أنه سيتم فرض عقوبات دولية عليهم. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة تأمين مراكز الاقتراع استعدادا للانتخابات القادمة. المنفي دعا بحسب بيان صادر عن مكتبه خلال لقائه مع وزير الداخلية خالد مازن إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها. إلى ذلك، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات لانتخابات ديسمبر القادمة. وتشمل مهام اللجنة التي يترأسها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وتضم في عضويتها عددا من الوزراء، التنسيق بين المؤسسات المختلفة ومفوضية الانتخابات لنشر النوعية أو التوعية عفوا حول أهمية المشاركة في الانتخابات، إضافة للمساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية لها. هذا وسمح القرار إلى اللجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها، بينما كلف رئيس اللجنة بتقديم تقارير دورية إلى رئاسة الوزراء. خرج المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات الذي أقيم في إطار تفعيل المهام والالتزامات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لغاية تنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات. خرج بعدة توصيات ذات علاقة بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر المقبل. نتابع. بعد انعقاد المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات على مدار يومين بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية وبمشاركة العديد من الباحثين والمختصين من مختلف الجامعات الليبية، والذي أقيم في إطار تفعيل المهام والالتزامات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لغايات تنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات، بدأت الأنظار تتجه بتركيز شديد إلى نتائج هذا المؤتمر في هذه المرحلة المفصلية وإلى ثماره التي يأمل الكثيرون أن تؤتي أكلها. المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات تحت شعار الشريك الوسيط الرقيب خرج بمجموعة توصيات ذات علاقة بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر المقبل،
والتي تمثلت في سن التشريعات المنظمة للانتخابات وحث الجهات ذات العلاقة بالمصارعة في إنجاز هذه التشريعات، بالإضافة إلى ضرورة إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمدونة السلوك الإعلامي لإلزام العاملين بقطاع الإعلام باتباعها، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف الرفع من مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطن. توصيات أخرى جاء بها المؤتمر تمثلت بضرورة التنسيق بين وسائل الإعلام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل تنظيم دورات للصحفيين والمدونين بشكل متتابع للتعرف على الضوابط القانونية المنظمة للانتخابات، عدا عن العمل على إنشاء مرصد إعلامي لتسجيل وتوثيق وتحليل المخالفات المهنية المتعلقة بالانتخابات لتفاديها مستقبلا ولضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية، والاستفادة إعلاميا من الشخصيات والرموز الفاعلة والمؤثرة في المجتمع في دعم وتعزيز المشاركة الانتخابية. المؤتمر أكد أيضا أن على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالانتخابات وتوفير الإحصائيات والبيانات الدقيقة ووضعها تحت تصرف الباحثين والصحفيين والمهتمين، داعيا إلى ضرورة مواصلة عقد المزيد من المؤتمرات واللقاءات العلمية وورش العمل المعنية بالانتخابات بشكل دوري ومستمر للمساعدة في نشر ثقافة الانتخابات، فضلا عن مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اعتماد مقرر دراسي جديد تحت مسمى الإعلام الانتخابي داخل أقسام وكليات الإعلام بالجامعات الليبية. مجموعة توصيات خرج بها القائمون على المؤتمر العلمي الأول للانتخابات يأملون تنفيذها على أكمل وجه، ناهيك عن ذوي العلاقة بتلك التوصيات والتي تعتبر أمرا إيجابيا نحو تعزيز المشاركة الانتخابية من جهة وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل من جهة أخرى. وفي إطار تحضيراتها أيضا استحدثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 14 مركزا انتخابيا خاصا بالمهاجرين والنازحين ضمن منظومة تسجيل الناخبين في كامل المدن والمناطق الليبية. بحسب المفوضية فإن هذه الخطوة جاءت لضمان حق المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع ومكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية بناء على التنسيق والتعاون بين مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ومكتب وزير الدولة لشؤون المهاجرين ومفوضية الانتخابات. يأتي كل ذلك وسط رسائل أمريكية جديدة تلوح في الأفق وتعبر عن الموقف الأمريكي الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر المقبل. هذه الرسائل جاءت على لسان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي جدد التأكيد على ضرورة وأهمية انتخابات ديسمبر دون أي تأجيل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. رسالة جديدة من الولايات المتحدة تجدد التأكيد فيها على أهمية انتخابات 24 من ديسمبر. موقف أمريكا الداعم لهذه الانتخابات عاد ليذكر به السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال كلمته في حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نورلاند قال إن واشنطن سبق ومررت في مؤتمر برلين رسالة قوية حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر ما سيساهم في تحقيق استقرار البلاد، وأشار في كلمته إلى وجود شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن من خلال المطالبات والمناشدات المحلية بإنجاز الانتخابات دون أي تأجيل، وهو ما يحتاج ممارسة عملية لهذه الانتخابات ذات المصداقية. أما عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان فقد جدد دوره بدعم بلاده لإجراء الانتخابات التي ستمكن بدورها الشعب الليبي من اختيار قادتهم بصورة تشريعية دون أي شروط. استحقاق انتخابي كان وما يزال مطلبا محليا ودوليا، فهو الاستحقاق الذي سيغير لا محال مجرى التاريخ الليبي وسيعيد للبلاد ازدهارها.
بعد فشل ملتقى الحوار في جنيف بإقرار القاعدة الدستورية، لا تزال ردود الفعل الشعبية تتصاعد، حيث أكد حركة 7-7 رفضه كل محاولة تأجيل انتخابات 24 من ديسمبر المقبل، داعيا في الوقت ذاته لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها مباشرة من الشعب، في حين حمل الحراك البعثة الأممية مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، مطالبا في الوقت ذاته بنشر أسماء المعرقلين لمسار الجلسات وإحالتهم إلى التحقيق. إلى ذلك أعرب الحزب المدني الديمقراطي في جز صحفي عن دعمه المطلق للوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر، داعيا أبناء الشعب الليبي للخروج في وقفات مماثلة لتأكيد على رغبتهم الملحة في إحداث التغيير عن طريق صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل والتفطن للمندسين الذين قد ينحرفون بها عن هدفها. مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية وجهت خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن والمبعوث الخاص إلى ليبيا، في ذات السياق عبرت فيه عن استيائها من عرقلة بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف لإقرار القاعدة الدستورية، داعية إلى اتخاذ اللازم لتطبيق بنود خارطة التضييق للوصول إلى انتخابات ديسمبر. لا زالت ردود الفعل المحلية حول فشل المعنيين بإقرار القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات القادمة حاضرة في مشهد سياسي ضبابي لا يبشر بخير لكل متفائل بالخروج من أزمة طالت. مجموعة من الأحزاب والتكتلات وشخصيات وطنية ليبية مستقلة وجهت خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس وأعضاء مجلس الأمن والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يانكوبيتش، معربين فيه عن انزعاجهم من الآلية التي أديرت فيها جلسات الحوار والتي عقدت الأزمة الليبية، وشجعت الأعضاء المعرقلين على فتح النقاش في مسائل سبق وأن حسمت، ما أجهض عملية الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات. الخطاب أكد وجود أشخاص في ملتقى الحوار أثيرت حولهم شبهات فساد علمت بها بعثة الأمم المتحدة ووعدت بفتح تحقيق فيها ألقى بظلاله على نتائج ملتقى الحوار منذ تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهيبين على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن اعتمدت وإلزام كل الأطراف الليبية الامتثال لتنفيذها. التكتلات السياسية الخارجية الإيطالية على أن العمل الدبلوماسي في ليبيا أمر لا غنى عنه، مؤكدا أن الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال هو الأولوية بالنسبة لإيطاليا. دمائي وفي حاضة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، أشار إلى أن ليبيا لم تعد اليوم دولة ممزقة بسبب النزاع المسلح، بل أمة ذات حكومة موحدة وشرعية، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات 24 من ديسمبر في موعدها المحدد. في شأن الأمني، أكد نائب العام الصديق الصور خلال لقائه ممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في سياق عملهم المتصل بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال أن السلطة القضائية معنية بمجال سيارة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية. الصور شدد على أن ملف حقوق الإنسان وسيارة القانون والعدالة الانتقالية يتطلب دعم وضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع بما في ذلك الأمم المتحدة، مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون اجتراء عن السلطة القضائية.
استمع وزير الداخلية العميد خالد مازن إلى شروح وافية من قبل العاملين بمنفذ مساعد البري حول آلية تقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير للمنفذ رفقة مدير أمن المنفذ وذوي الاختصاص. العميد مازن ناقش مع الحضور على هامش الجولة على العراقيل التي تعترض سير العمل وسبل حلها لضمان إنجاح سير العملية الأمنية بالمنفذ وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. بحث مدير أمن سبها العميد محمد بشر خلال اجتماعه برؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة سبل توحيد كافة الجهود بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة ومديرية الأمن، وهدف الاجتماع إلى مكافحة كافة الظواهر السلبية والجريمة المنظمة في المدينة. هذا وناقش الاجتماع الذي عقد في ديوان مديرية أمن سبها تشكيل غرفة أمنية مشتركة لضبط الشارع العام والقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون لحفظ وبسط الأمن في المدينة. تتواصل الدورات التأهيلية لمنتسبي ومنتسبات مديرية أمن الجفرة حول القانون العام وقانون العقوبات والمرور وقانون الإجراءات إضافة إلى اللغات التشريعية، فيما أكد رئيس قسم العلاقات والتدريب بمديرية أمن الجفرة أن الدورات التي جاءت بناء على تعليمات مديرية أمن الجفرة العميد علي التراكي تهدف لرفع كفاءة رجال الشرطة ليتسنى لهم بسط الأمن وفرض القانون. بحث رئيس المجلس التأثيري لبلدية بنغازي الصقر بجواري خلال اجتماعه مع المستشار الاستراتيجي لمشروع البلديات الليبية بمبادرة نقاشيا وبالاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين. بحث الخطط الزمنية لبرنامج التدريب ومجالاته علما أنه من المقرر أن يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل. الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى بناء القدرات وتقوية السلطات المحلية وتقوية الخدمات الحكومية وفقا للمكتب الإعلامي للبلدية. إلى ملف فيروس كورونا مشاهدينا، حيث بحث وكيل وزارة الصحة سمير كوكوب مع رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بوزارة الداخلية العميد رمضان برباش الوضع الوبائي للفيروس بعد الازدياد الملحوظ في عدد حالات الإصابة في البلاد. تم الاتفاق على وضع آلية موحدة بين وزارتي الصحة والداخلية لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الوضع الوبائي. هذا تم الاتفاق على تفعيل غرفة مركزية بين الوزارتين ووضع خطة مشتركة بخصوص المنافذ الحدودية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ الإقرار أو آلية تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بإغلاق منفذ وازن الحدودي والرفع من التدابير الوقائية والاحترازية بكافة المنافذ البرية والجوية والبحرية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بنسبة إيجابية قاربت 28%، مضيفا أن 285 حالة تمثلت للشفاء في حين توفي 8 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأوضح المركز وصول العدد الإجمالي لإصابات الفيروس إلى 198,142 إصابة والوفيات إلى 3,223 حالة. هذا كما أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة الخدمات الصحية في بلدية بن وليد محمد بن نيران ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المدينة بشكل كبير، مشيرا في تصريح لقناتنا إلى نقص الإمكانيات الضرورية لمجابهة الوباء في المدينة. بعد إعلان إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة حالة الطوارئ داخل الدولة الليبية وتفشي الوباء بدول الجوار والظهور السلالة الهندية، وإضافة إلى ازدياد عدد الحالات داخل بلدية بن وليد والذي وصل إلى 53 حالة خلال يومين، وهذا الرقم يعتبر برقم كبير داخل المدينة، ومعظم الحالات
المخالطة للحالات المصابة تبدت إصابتها، فقامت إدارة الخدمات الصحية برفع الجاهزية التامة والبدء في الإجراءات الاحترازية والعودة للنقطة الصفر منذ البداية. اليوم من خلال إعلان حالة الطوارئ تم تجهيز المصارف التجارية والجهات الحكومية داخل مدينة بني وليد بأجهزة التعقيم الذاتية قبل دخول المواطنين، إضافة إلى الكمامات وغيرها من المطهرات. كل ما نأمله من المواطنين داخل مدينة بني وليد رفع أعلى تدابير الوقاية. الوضع الوبائي داخل المدينة غير مطمئن. إلى الزاوية، حيث أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة تسجيل 80 حالة موجبة جديدة في الزاوية المركز، بالإضافة إلى 23 حالة مخالطة، فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء بالمدينة. من جانبه، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها 42 إصابة جديدة بالفيروس في الجنوب، وتسلم مختبر المركز 75 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 33 منها، وتوزعت الإصابات على نحو 16 حالة في سبها و12 حالة في الشاطئ و11 حالة في الغريفة وحالة واحدة في كل من تراغن أم الأرانب ومرزق. أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات تسجيل 6 إصابات جارية بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود 3 حالات في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام. هذا ودعت اللجنة الوطنية إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والخروج فقط للضرورة القصوى. إلى جبل نافوسة وتحديدا في الزنتان، حيث أعلن مختبر التحاليل لفيروس كورونا بالبلدية عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس، مبينا عدم وجود الطفرة الهندية مبديا أو مبدئيا في المنطقة. المزيد في هذا التقرير. يعد مختبر التحاليل لفيروس كورونا بالزنتان صفيحا سكنيا متنقلا أنجز عملا مهولا في المنطقة الغربية والجنوبية لعدد من البلديات، إضافة إلى الجاليات الأجنبية التي تتخذ من معبر وازن ودهيبة ملاذا للسفر لتونس الشقيقة. فقد سجل مختبر تحاليل الزنتاني في الآونة الأخيرة انخفاضا كبيرا في عدد الحالات التي تتوافد إليهم يوميا، وصل إلى 330 مواطنا. وفي حين يعتبر هذا العدد مفرحا في ظل انحسار الفيروس، إلا أن المخاوف من الطفرة الهندية أثارت الشكوك في المنطقة بسبب عدم وجود إمكانيات تحدد نوع الجينات وتطور الفيروس. بالنسبة للوضع الوبائي في الزنتان، يعني يعتبر ممتاز جدا حاليا، لأن لاحظنا في انخفاض كبير في عدد الحالات الموجبة. العترة الإنجليزية طبعا تم تأكيد وجودها لأننا تحصلنا على الكت، هذا هو الكت لو كت اللي خاص بها. العترة الهندية ما نقدرش لا ننفي ولا نأكد، لأن ما عنديش المواد التشغيل الخاصة بها، يعني ممكن حتى في ليبيا كلها مازال ما جابوش مواد تشغيل، فبالتالي ما هيش معروفة، ربما تعتمد على شدة أو سرعة انتقال الفيروس ما بين الناس أو شدة الإصابة. يعني كلينيكيا ممكن تشك فيها، لكن ما تقدرش تجزم أن هي العترة الهندية، وهذه تضحك كل يعني الإشاعات اللي طلعت في مدينة الزنتان. ما فيش كلام هذا، أنا ما نقدرش نأكدها ولا ننفيها لأن ما عنديش المواد. طبعا الاستلام العينات عندنا زوز فرق، الرصد والاستجابة من المنطقة الغربية، وصلنا حتى إلى المنطقة الجنوبية، كويس، وصلنا حتى إلى الجفرة، بعض الحالات جتنا من الجفرة. ما نقدرش نستلم العينة إلا برسالة رسمية من الجهة المخولة بسحب العينات موجهة لمركز بحوث التقنيات الحيوية الزنتان. مختبر التحاليل بالزنتان ما زال يفتقر لأبسط احتياجاته، وما زال يدعم من أصحاب الخير، عدا عن غياب مقر عمل يسع العاملين فيه، الذين وفي ظل المخاطر التي تحيط بهم وبرغم إصابتهم بالفيروس مرات عديدة بقوا يكافحون لتحقيق إنجاز أكبر في المنطقة الغربية. وعن اللقاحات الواصلة إلى البلاد، استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الشحنة الثالثة من الجرعة الأولى من اللقاح الروسي سبوتنيك، والتي تحتوي على 100,000 جرعة، وذلك بعد شحنها جويا عبر مطار معيتيغا الدولي، حيث تم تحويلها للمخازن فورا لأغراض العمل بها وتوزيعها من أجل مكافحة وباء كورونا.
استجاب مجلس شيوخ قبائل التوارق في ليبيا إلى نداءات مواطني بلدية غات بتوفير أطباء لمستشفى غات العام. أهالي المنطقة شادوا بالجهود المبذولة من قبل شيوخ القبائل، حيث أكدوا معاناتهم السابقة من قلة وجود المختصين، الأمر الذي كان يدفع بهم للسفر للمدن الأخرى لتلقي العلاج. تمكن مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا استجابة لنداءات الأهالي وظروفهم التي أجبرتهم على سفر آلاف الكيلومترات ودفع الآلاف من الدينارات لمعالجة بعض الحالات وخلو المستشفى من الأطباء بين الحين والآخر، مما اضطرهم إلى جلب عدد من الأطباء، تقريبا 4 أطباء لحد الآن، وبدأوا يتواصلون. واليوم وصل الطبيب الباطنية واستلم عمله بمستشفى غاد، وإن شاء الله تتوالى هذه الزيارات للأطباء ويتم توزيعهم حسب العيادات بالمنطقة. نحن صراحة ما بننكروش أن نشكر إلا مجلس الشيوخ الطوارق حقيقة بادل جهد في أن يعبي النقص هذا ويجيب لنا الدكاترة، وحالينا 3 دكاترة تقريبا حاضرين، وهم الحالية هم اللي موجودين في موجودين حاليا في المستشفى، حقيقة قائمين يعني في مجهود يبذل، يعني ما بننكروش. إلى ذلك حصلت ليبيا لأول مرة على العضوية الكاملة في برنامج منظمة الصحة العالمية لمتابعة السلامة الدوائية بعد أن استكملت كافة المتطلبات اللازمة. عليه ستتمتع ليبيا ضمن عضويتها بالبرنامج الذي يديره مركز أوبسالا الدولي للرصد الدوائي في السويد، يمكنها أو بتمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة عند توفير الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة، إلى جانب إدراجها ضمن الدول التي تمتلك إحصائيات حول الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات. اختتم المؤتمر الوطني لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المنعقد بمدينة بنغازي أعماله. أكد المشاركون في ضرورة معالجة مظاهر تدني وترهل المنظومة الصحية في البلاد من خلال إعادة تأهيل الكادر الطبي عموما، لافتين إلى أن التوصيات النهائية ركزت على المواد العلمية. جل الحاضرين كان بصراحة رأيهم من أجل تطوير وتحسين الخدمات الصحية القائمة. بصراحة النظام ليس العيب في النظام الصحي الليبي، إنما كان الاتفاق أن الخلل في تطبيق وخدمة تأدية الخدمة نظام، ممكن يكون الخلل في المراكز الطبية وحاول في الكادر الطبي من أطباء وفنيين يحتاجوا إلى تأهيل وتدريب آخر. كذلك النظام قائم من سنوات من عقود، حدث الكثير من التطور العلمي والطبي والسكان، عدد السكان في زياد مستمر. طبعا كنا نعرف ظروف اللي مرت بها البلاد في الفترة السابقة كلها أثر على أداء الخدمة الطبية. التوصيات مرت بعديد المراحل، يعني كانت بدايتها أن تم إعداد زي الملخص البسيط لصياغة المخرجات للمواد العلمية المعروضة، صغنا سميناها على هيئة توصيات مبدئية للصياغة للمواد العلمية. وأثناء فترة الانعقاد اللي هي جرت خلال 3 أيام اللي فاتوا، أن جمعنا عديد النقاشات اللي حصلت أثناء الحواريات في كل محور ولا في كل جلسة. طبعا المعلوم عندك من الزملاء ممكن اللي هو أن المحاور هي 7 محاور، فتم خلال هالثلاث أيام تجميع أغلب النقاشات. بحث رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله الفضيل مع رئيس البعثة أو بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل سبل تعزيز قدرات البرلمانات، موضحا في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أن تعزيز العمل البرلماني سيكون له الأثر الكبير على محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان. تعزيز العمل البرلماني سيكون له أثر كبير على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا. تنتظرنا مهمة كبيرة في المرحلة القادمة بأن نبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير وتعزيز المصالحة الوطنية والمجتمعية. ولكي تتحقق هذه المهمة ينبغي بناء قدرات بديوان مجلس النواب لما يلعبه الديوان بحسب اختصاصه
من دور رئيسي في مساعدة المشرع حتى يتمكن من القيام بمهامه الدستورية وتعزيز الديمقراطية، كل ذلك تمهيدا وإنجاحا للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل بإذن الله. يناقش المركز الوطني للامتحانات خلال اجتماع موسع مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم بالبلديات يومي 13 و14 من شهر يوليو الجاري. وسيدرس المركز وضع الترتيبات اللازمة لانطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي. قام أعضاء المجلس البلدي السواني بن آدم وعدد من المهندسين بمرحة الوسائل التعليمية في وزارة التربية والتعليم بجولة تفقدية داخل المدارس التي تعرضت للتدمير في البلدية نتيجة الأحداث التي وقعت في المنطقة خلال السنوات الماضية وتم صيانتها من قبل مصلحة الوسائل التعليمية. كما تم خلال هذا الاجتماع متابعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة التلاميذ من وباء كورونا. عن طريق التعليمية مدير مكاتب الثقافة بمدن جبل نافوسة بمدينة جادو أمس أهمية الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمكاتب. هذا اتفق مدراء المكاتب على إعداد مذكرة تتضمن كافة المعوقات والصعوبات التي تعرق سير العمل بكافة المكاتب الثقافية وإحالتها إلى وزارة الثقافة. لي 6 شهور ولا أكثر وأنا أقدم قدم اعمال ويكون اداراتهم واعمالهم ما تقولش حبس تدار، فهذه معاناه يتعرض لها جميع المكاتب مكاتب الجبل وشعروا بالغبن، وضروري من معالجه هذه المواضيع. ولا كلنا امل ان المذكره التوضيحيه التي ستقدم لهذه الوزاره تكون فيها حلول. الى مشاهدينا ننتقل الى الزميل محمد الفيتوري واخر اخبار الاقتصاد. مساء الخير محمد. مساء الخير سليمان. أهلا بكم إلى نشرتنا الاقتصادية التي نبدأها من ما يعانيه المواطن، حيث أعلن أهالي غات في بيان لهم دعمهم الكامل لحراك فزان الوطني احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية التي تعاني منها البلدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد. سوء الأوضاع المعيشية وانعدامها في فزان، نعلن نحن أهالي غات بجميع أطيافنا دعمنا الكامل لحراك فزان الذي يعبر عن مطالب ومعاناة أهالي فزان. وفي مناطق الجبل ندد عدد من المتظاهرين بجادو والرجبان والزنتان وظهر الجبل خلال احتجاج لهم بمحطة كهرباء شكشوك بانقطاع الكهرباء عن مدنهم لساعات طويلة تجاوزت 72 ساعة في بعض المدن من بينها القلعة وظهر الجبل. المتظاهرون عبروا عن رفضهم لأي برنامج طرح أحمال بمنطقة جبل نافوسة كونها ليست بحاجة لذلك باعتبار أن محطة الرويس قادرة على تأمين احتياجات المنطقة من الكهرباء. وقفة احتجاجية في وعود من الكهرباء ما وفتش بوعودها، المشكلة مستمرة، ونسأل الله أن يهدي الحكومة ووزارة الكهرباء أن تأخذ بعين الاعتبار الموضوع هذا. وإلى الشأن المصرفي، حيث ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيب اليوم ناقش مع مصرف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير التعاون بين الحكومة والمصرف لصرف رواتب موظفي قطاعات الدولة في وقت مناسب قبل عيد الأضحى المبارك. وقالت الحكومة في بيان لها إن الدبيب والكبير تطرقا خلال الاجتماع لآليات العمل المشترك على توفير السيولة النقدية بكافة المصارف بشكل مستمر. وفي ذات السياق، وعقب لقائه بدبيبة ناقش الكبير مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أحسين القطراني ضرورة توفير السيولة النقدية بكل المصارف خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وخلال لقاء في مقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس تطرق المجتمعون إلى إجراءات المصرف لإزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية والخاصة في المنطقة الشرقية.
هذا وأوضح القطراني أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة أكد ضرورة صرف رواتب الجيش الوطني الليبي والقيادة العامة. وقال القطراني في تصريحات صحفية دعا فيها إلى تفهم الظروف التي وضعت فيها الحكومة إذ لم يتم إقرار الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن مهمة الحكومة الأساسية تتمثل بتوفير الغذاء والدواء والكهرباء وخدمة المواطنين. يأتي ذلك في وقت أحالت فيه وزارة المالية أذنات صرف مرتبات شهر يوليو الجاري لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسهيلها إلى الجهات المعنية. ويأتي إعلان صرف مرتبات الشهر الجاري في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب قانون الميزانية العامة للعام 2021 حتى الآن. في قطاع النفط، أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالدور الكبير الذي يقوم به العاملون في قطاع النفط رغم قلة الإمكانيات. جاء ذلك خلال لقائه وزير النفط والغاز محمد عون للوقوف على أهم العراقيل التي تواجه قطاع النفط والغاز في البلاد، حيث تمت مناقشة نشاط الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها والصعوبات التي تواجهها لزيادة الإنتاج وتحسين القطاع النفطي في ليبيا وفقا للمكتب الإعلامي للمنفي. في شأن آخر، استقبل مركز طبرق الطبي شحنة غاز مسال تقدر بحوالي 8000 لتر مكعب قادمة من جمهورية مصر العربية للمساعدة في مواجهة وباء كورونا. يذكر أن وزارة الصحة في الحكومة قامت بتوريد تلك الشحنة في إطار اهتمامها بالمراكز والمستشفيات الصحية في ليبيا من أجل التصدي لجائحة كورونا. أما في الجنوب البلاد، فاستقبل مطار سبها الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية وذلك بعد توقف لأكثر من 3 سنوات. يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح الذي تعهد بحلحلة المشاكل التي تواجه الخطوط الليبية وفقا لمنصة حكومتنا. على صعيد حكومي، نظم قسم المعلومات والتوثيق في صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس اليوم ورشة عمل خصصت للتباحث حول تحسين العمل الإحصائي في فروع ومكاتب الضمان، وتهدف الورشة إلى الخروج برؤية موحدة للتقارير الإحصائية والعمل بها بالإضافة إلى توطيد التواصل بين وحدات المعلومات والتشاور مع مستخدمي البيانات من أجل تحديد الإحصائيات ذات الأولوية التي تعطي مؤشرات رقمية يستفاد منها في تقييم الوضع العام للفروع. الهدف من هذه الورشة هو توحيد نمط التقارير الأحصائية وإعطاء أهمية للعمل الأحصائي بالصندوق. طبعا العمل الأحصائي دائما في تطور، جودة البيانات هذا ما نسعى إليه حتى نطلع بتقارير نقدر نبني عليها دراسات في المستقبل. هذه فكرة حبينا احنا نطرحوها، وهي ما نقولوش ان احنا نطور العمل الأحصائي بالفرع مش يعني منذ فترة، ولكن احنا حبينا نجوده، يعني جودة العمل الأحصائي أو جودة البيانات أو جودة قيمة المعلومة اللي نتحصل عليها اللي نبنوا عليها دراسة في المستقبل. هذا وبحث اجتماع وزاري ضم وزير الاقتصاد سلام الغويل ووزير الدولة لشؤون المهاجرين أحمد أبو خزام وعدد من المدراء والخبراء بحث آفاق ومجالات التعاون بين الوزارات والمجالس. ولفت المجتمعون إلى قامة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالمهاجرين والنازحين وحقوق الإنسان اقتصاديا، وشدد المجتمعون على ضرورة تطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية واستحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية وإعادة الإعمار في البلديات. وتشريعيا، تطرق المجتمعون إلى أهمية إصدار تشريع خاص يهدف إلى ترسيخ أسس ومواثيق العيش السلمي.
والآن إلى جولة سريعة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية وكذلك أسعار الذهب بحسب السوق الموازي لهذا اليوم. نبدأها بأسعار العملات حيث تم الافتتاح اليوم متداول بالنسبة للدولار على حدود الساعة 1:30 تقريبا، وبدأ السعر عند الشراء على 5 دينار و6 قروش، وبدأ تداول وصعد وهبط الدولار. كانت كل زيادة زي ما هي العادة خلال هذه الأشهر عبارة عن نص قرش وقرش، لغاية ما استقر السعر اليوم عند 5 دينار و4 قروش للشراء و5 دينار و7 قروش للبيع. أيضا اليورو اليوم بحوالي تقريبا عند الساعة 1:03 التداول اليوم، اليورو شهد هبوط في السعر ولكن هذا الهبوط طفيف، أيضا لا يتعدى القرش في قيمة التداولات. أيضا بدأ التداول اليوم بارتفاع بعدين بانخفاض لغاية الساعة 5، بعد الساعة 5 استقر لغاية ما تم إقفال السوق على هذه الأسعار وهي 5 دينار و82 قرش عند الشراء و5 دينار و85 قرش عند البيع. أما الجنيه السريلاني أيضا اليوم على غير العادة شهد حركة، وبدأت هذه الحركة بتصاعد في تداول خلال السوق، وأيضا بدأ حوالي مع الساعة 1:30 صار تداول في السوق الموازي اليوم، ولكن عند الساعة 4 شهد ارتفاع ثم استقر وانخفاض حتى وصل إلى سعر 6 دينار و72 قرش عند الشراء و6 دينار و75 قرش عند سعر البيع. أما باقي العملات العربية وأيضا التركية فشهدت استقرار اليوم في التداول، لم تشهد تغيرات كبيرة اليوم، وسجل الدينار التونسي جنيه 75 قرش عند الشراء وجنيه 78 قرش عند البيع. الجنيه المصري أيضا ثابت عند 28 عند الشراء و31 عند البيع. الليرة التركية أيضا مستقرة اليوم، 55 كان سعر الشراء و58 كان سعر البيع. الدينار الأردني أيضا ثابت اليوم، 7 دينار وقرشين كسعر للشراء و7 دينار و5 قروش كسعر البيع. ننتقل الآن إلى الذهب حيث أيضا اليوم شهد تداول وخاصة في سعر المسبوق. هذا التداول اليوم كان بسيط جدا، أيضا كان عبارة الفرق في التداول كان نص دينار لا أكثر ولا أقل، حيث سجل اليوم مسبوق عيار 18 215 دينار ونص، وهذا هبوط على يوم أمس. بالنسبة لمسبوق عيار 24 سجل 287 دينار ونص وهو مستقر، وكسر عيار 18 سجل 213، وكسر عيار 21 سجل 248، بينما استقر سعر الذهب الخارجي عيار 18 عند 300 دينار. إذا مشاهدينا الكرام بهذا ننهي جولتنا الاقتصادية، ولكن نشرتنا متواصلة مع زميل سليمان الباروني. إليك سليمان. شكرا محمد. أعلنت منظمة المرأة العربية في العاصمة المصرية القاهرة انتقال رئاسة مجلسها الأعلى من لبنان إلى ليبيا بداية من الأحد المقبل ولمدة عامين. المديرة العامة للمنظمة فادية كيوان أكدت أن وفد ليبيا رفيع المستوى برئاسة وزيرة دولة لشؤون المرأة حورية ترمال سيزور المنظمة لاستلام مهامه، مشيرة إلى أن الزيارة ستتطرق لمناقشة أجندة عمل المنظمة في الفترة المقبلة وسبل تعزيز أوضاع النساء والفتيات العربيات. وسعي لتحقيق المصالحة ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة وأعيان مدينة تاورغا آلية الخطاب التصالحي الذي ينتهجه رئيس الحكومة، وأبدى الحضور استعدادهم للتعاون مع كل قطاعات الحكومة للتواصل مع المناطق الليبية والمساعدة في خطة الحكومة نحو المصالحة الشاملة. كاملة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. بعد إصابتها لأربعة ملايين إنسان الصحة العالمية توصي بالحذر من كورونا من جديد.
أهلا بكم من جديد في الثامنة مشاهدينا. حثت منظمة الصحة العالمية اليوم الدول التي تفكر في رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا على توخي الحذر الشديد. هذا وطلب مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحفي بأخذ الحيطة قبل الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في وقت وصلت فيه حصيلة ضحايا الفيروس إلى أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم. غادرت سفينة الهولندية إيفر جيفن المحتجزة في قناة السويس المصرية لتعود إلى هولندا بعد ركودها لأكثر من 100 يوم. وتوصلت الشركات المؤمنة على إيفر جيفن إلى اتفاق بشأن التعويضات التي ستحصل عليها مصر نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء جنوح السفينة. عثرت فرق الإنقاذ الروسية اليوم على جثة 19 شخصا في موقع تحطم الطائرة N-26. وكانت الطائرة المتوجهة إلى بلدة بالانا قد اختفت أمس على بعد 9 كيلومترات من محطتها الأخيرة، وقد كان على متنها 28 شخصا منهم 6 أفراد من الطاقم و22 راكبا بينهم طفل واحد، لقوا مصرعهم جميعا حسب البيانات المتوفرة. ختام الثامنة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بعد دعوات لمجلس النواب للاطلاع بمهامه خلال المرحلة الحالية، صالح يلتقي كوبيتش ويؤكدان إجراء الانتخابات. تأكيدا على حقهم في انتخاب الرئيس، دعم محلي لإجراء انتخابات ديسمبر ورفض مجتمعي قاطع لمحاولات تأجيلها. واشنطن تجدد دعمها لانتخابات ديسمبر وتقول إن برلين 2 مرر رسالة قوية حول الحاجة لإجرائها في موعدها. وفي وتيرة متصاعدة، تسجيل 1248 إصابة جديدة بكورونا في البلاد. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyachannel.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.